ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة 14/1/2019 من أمام مركز لينكولن لحضور عرض من أهم العروض اللي احنا بنحبها على مستوى العالم واحنا بالنسبة لنا كمان كمصريين، ألا وهو عرض أوبرا عايدة. النهاردة هنقول شرف حضور عرض أوبرا عايدة في نيويورك مركز لينكولن. أمام القاعة الرئيسية في مركز لينكولن لحضور عرض أوبرا عايدة، ومن أمام النافورة الرئيسية إن شاء الله تبقى ليلة ممتعة مع عرض أوبرا عايدة في مركز لينكولن. دلوقتي احنا دخلنا القاعة أو على باب القاعة في مركز لينكولن لحضور عرض أوبرا عايدة. الملابس اللي اتقدمت للافراد اللي اتقدمت هتوقع